الرحمن الرحيم. اليوم جينا نشارك جماهيرنا البصرية في هذه التظاهرة الشعبية السلمية، ونحن نطالب بحقوق البصرة وحقوق العراقيين. قبل يومين خرج أحد قادة الأحزاب على التلفزيون يطلب الاعتذار من الشعب العراقي على الأخطاء اللي ارتكبوها على مدار 15 سنة. نحن من هذا الموضع ومن هذا المكان أمام محافظة البصرة ووسط هذه الجماهير وهذه الحشود بالآلاف الموجودة الآن، نطالب بإزالة هذه الأحزاب اللا إسلامية التي دمرت العراق على مدار 15 عام. نحن نطالب بإزالة الأحزاب الإسلامية، ونطالب بحكم دستوري، حكم خاضع إلى الدستور، ونطالب بإعادة كتابة هذا الدستور الذي يتضمن فقرات لا تخدم الشعب العراقي. نحن اليوم في هذا الموضع أتينا لكي نتضامن مع كل إخواننا صغيرا وكبيرا، امرأة وشيخ وشاب، أتينا لكي نطالب بحقوق البصرة بل وبحقوق العراقيين. لا يعقل أن تكون هنالك حكومة تحكم العراق أو تحكم أي بلد ويمتلك هذه الثروات الطائلة من النفط ومن الزراعة ومن الموانئ ومن القمارق ومن السياحة ومن المقدسات ومن كل شيء، ويعيش أبناء هذا الشعب بهذا الفقر. التظاهرات بصورة عامة هي تظاهرات تطالب بالحقوق، وسراق الحقوق لا يقبلون بذلك، فتكون قمع للمتظاهرين والمظاهرات، فيكيدون المكائد وينصبون على قولت اللي يقول الفخاخ لو صح التعبير، وعندنا سجناء وعندنا ناس جرحى وعندنا ناس مظلومين لحد الآن، صار أسبوع تقريبا ناس تقبع بالسجون على يمن كودا طالب حقها. الحكومة بالنسبة لها ما حد يسامحها، ليش؟ نعتها الحمد لله وشكر من طاح صدام حسين، هي شكلة الحكومة وهم موجودين الأحزاب نفسهم، فرؤساء الكتل السياسية بالإجماع يعني من الأليف للياء كلهم ظلمة أو كلهم سراق وكلهم مفسدين، وما استثنى منهم ولا واحد. يعني السامح مثل تصالح مثل اليمن، تصالح ويا الناس اللي تصالح داعش، تصالح ويا الناس على قولت يقول الزمر التكفيرية والإرهابية، تسامحهم وطلعهم من السجون، والسجون بها الناس المساكين مليان لو صح التعبير. ها شوف هسه هاي ثورة الناس هاي المظلومة، هسه أنا رجال موظف عندي بيت عندي سيارة ما محتاج مزرعة ما تربي العليم، إلا من طالع لأجل هاي الناس الفقراء والمساكين اللي ما عاد تاكل وما عاد علاج تعالج. يعني ذاتي نسولف على قولت اللي يقول على الظلم، الظلم هواي تحشي لك عن طريق الإسلام. الرسول صلى الله عليه وآله يقول من آذى مؤمنا عن الله تعالى، عن الله جل جلاله، يقول من آذى مؤمنا فقد آذاني ومن آذاني فهو ملعون بالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان. وهاي الناس اللي تشوفها اليوم طالعة مظاهرات طالعة من أجل الناس المظلومة، من الناس المحرومة. هاي المحافظة كانت بيها قبل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، هم كانوا بيها ظلام مو، وهسه الحمد لله والشكر هسه ما شاء الله كل من يتحدث باسم الإسلام وباسم الدين وباسم المرجعية وهذا كله بهتان وزور. خلي يجود البصرة اللي يتكلم باسم المرجعية، اللي يتكلم باسم الأحزاب الدينية، اللي يتكلم باسم العلمانية، خلي يجي يشوف الماي، خلي يشوف النفايات، خلي يشوف الأمراض. هسه هذا الباب احنا باب على قولت يقول باب طويل، بس أهم نقطة بكلامي اللي أنا مستحضرها بذهني، الحقوق اللي اختصبوها السياسيين بصورة عامة منذ السقوط اليوم الكيانات السياسية سرقة المليارات هو سبب فقر العراق هو هذا. يعني هاي الأحزاب السياسية إذا تعلق هنا ماكو، ها تجيبه هو ومرته وفروقه وجعله وتعلقه، وهاي الناس الطالعة اليوم تشوف الفقراء والمساكين بشتى الأصناف، شباب وشيبة ومعوقين ويتام، المن طلعت ناس ملت بعد، وصلت مرحلة حتى إذا باشر عقبه يجي لك واحد قائد من هاي القادة ويقول لك يا أبا العراق إن شاء الله بخير وإحنا بخدمتك وإحنا كذا، هذا الأمور هم ما ينفع بعد. وجاي أشوف أنت بعينك، يعني هاي الشباب الحمد لله وشكر على البصرة عينك وما تبد من نهاية البصرة لحد مجلس المحافظة، الشباب تتوافد المن النصرة المظلومين وماكو واحد يمثل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. طبعا قمع المتظاهرات شيء طبيعي، شكو واحد طاغي أنه دائما إذا يتظاهرون لأن هو صاحب باطل ما عنده جواب، ما عنده الدليل يجاوب الشعب، ما عنده دليل يجاوب، شيء يقمع يطفي الانترنت. دليل على طغاة الحكومة أنه قطعت الانترنت، مو من حقك أنت الانترنت تواصل اجتماعي مو من حقك. يعني هم هسه لو القنوات لو ما تسوى ترفع دعوات قضائية عليها كهم قطعوها القنوات. قمع المتظاهرين يعني هسه الدواعش واللي اغتصبوا واللي قتلوا المواطنين بالسجون خمس نجوم، وذول اللي يداعون بحقوقهم التعذيب جلودهم ممرمة. هاي حكومة بوق، حكومة نهب، حكومة فساد، نسامح الحكومة لو لا؟ احنا ردنا بأول فترة انتخابية نسامحهم، سامحناهم فرضا سامحناهم أول فترة انتخابية، فترة علاوي اياد علاوي. الفترة الثانية مال المالكي فترتين هم سامحناهم. الفترة الثالثة مال العبادي هم سامحناهم فرضا، يعني ثلاث مرات سامحناهم. 15 سنة سامحناهم، 15 سنة ما لبوا مطالب الشعب. يعني العبادي يقول على المظاهرة أن تكون سلمية حتى نعرف ماذا يقولون، حتى نسمع مشاكلهم. زين هو ما يدري مشاكلنا؟ يريد يسمع من عندنا رئيس وزراء ما يدري شنو مشاكل الشعب؟ طامة كبرى هاي، يريد يسمع من عندنا على مود يلبي مطالب الشعب؟ شنو انت ما تعرفهم شنو مشاكل الشعب؟ النقطة خلي يطلقون صراح المتظاهرين وخلي يرجعون الانترنت. ترى الحكومات تصير ضدهم، ماكو حكومة تقطع اثناء المظاهرات تقطع الانترنت وترمي رصاص حي. ماكو بأي بلد، حتى بإسرائيل ماكو. أول شيء القضاة لازم يكون مستقل. زين إذا هسه القاضي إذا يحاسب الحكومة لازم بيها مفسدين، يقطعون وسائل الإعلام، لازم القضاة يحاسبوهم لأن القضاة مستقلين لازم يحاسبون المفسدين اللي يخرب اللي من الدولة حتى لو كان رئيس وزراء لازم يحاسب. القاضي يقول لك أنا خاف على نفسي، القاضي يقول أنا خاف على نفسي، يعني من الأحزاب أخاف على نفسي. هنا شنو يجي على الجيش؟ رقم واحد يكون مستقل. الجيش إذا كان مستقل يحمي الشعب ويحمي المجلس القضاء. أبو مجلس القضاء إذا كان جيش وراء وكان شعب وراء ما يخاف، يظل يحاسب منه؟ يحاسب الدولة. الدولة هسه ما حد يحاسبها. يعني أقر برلمان أقر قانون بدون ما يعلم الشعب مال هاي التقاعدية، يعني 15 سنة ياخذ راتب. حتى يعني طارق حرب يقول حتى لو يوم واحد خدمة البرلماني يوم واحد ياخذ حقوق مال 15 سنة البرلماني. زين هيك قوانين ليش ما تخلوها للشعب؟ ليش يعني حتى هذا عدو العراق ترامب ينتقد السياسي. رسالة مهمة الى المراجع والمتمثلة بسيد علي السيستاني. يعني اليوم كلها تباوع تلفزيون، يعني اليوم عبانا خطبة الجمعة تقلب العراق اليوم خطبة الجمعة. ما حكوا حكاية واحدة للمظاهرين، حكاية واحدة. الشعب يعني انتم رجال الدين، انتم تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. الإمام الحسين ضحى برقبته مو على مود الدين، ضحى على مود إنساني على مود. يعني هسه الإمام الحسين أو أحد الأئمة لو موجودين ينزل وين الناس؟ والله ينزل. لو أحد الأئمة أحد حتى المتظاهرين أحد ناس وناس أحد حكى على التيار شنو قدم؟ أحد الأئمة قدم قولوا أحد كلهم الأحزاب بدون استثناء. شنو قدم إحنا بس اسمع، إحنا مطالبنا أرقى من هالشي. شعب مثقف، احنا اذا نريد مطالبنا كهرباء ماي تعيينات هاي ما تصير، مو 15 سنة بعد 150 سنة ما تصير. حكومة احزاب حكومة سراق، احنا مطالبنا ذول الاحزاب يجب اجتثاثهم ومحاسبتهم كحال حال حزب البعث. تغيير حكم من سلطات حزبية الى حكم رئاسي. الان 23 نائب بالبرلمان ذول هم يحاسبون، وكل الاموال اللي سرقوها يرجعوها للبلد. يسوون
23 دائرة انتخابية تتوزع على المحافظات. الشعب ينتخب ممثلين عنا يكتبون دستور. يجب صياغة الدستور بما هو يخدم الشعب. هذا الدستور يخدم الساسة ما يخدم الشعب. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، والنعل الدائم على الظالمين الجاثمين على صدر هذا الشعب من الأحزاب كافة. أولاً إحنا صار لنا تقريب 3 سنوات نتظاهر هنا بالبصرة ومعروفين على شكل نطاق والفضائيات. زين، إحنا نداعي بحقوق هذا البلد المسلوبة وخصوصا حق البصرة اللي أصبحت محافظة منكوبة من السرطانات، من الأمراض، من الإشعاعات. 2، بالنسبة لقمع المظاهرات، لما كنا نتظاهر وكان موجود داعش احنا محسبين حساب، وأكو وصية من المراجع ومن العلماء بالمظاهرات، واحنا نعرف البلد يمر بمرحلة خطرة، ولكن والحمد لله مدينة البصرة أم الشهداء ومدينة المدينة اللي قدمت الشهداء هي اللي انقمعت بها المظاهرات، وهذا ثالث شهيد أو ثاني شهيد يقع بعد ذاك الشهيد منتظر رحمة الله على روحه. بالنسبة لتسييس المظاهرات، احنا دولة احزاب ودولة محاصصة، ما عندنا حكومات ولا عندنا دولة بالمعنى اللي تطلق على الدول المجاورة، كتل واحزاب ومحاصصة. لما يشوفون المتظاهرين يطالبون بحقوقهم والمظاهرات الشباب قامت وانتفضت، والبصرة بالذات انتفضت والعراق انتفض، شو يسوون؟ يدسون من الاحزاب، يخربون الذيول مالتهم، يخربون بداخل المظاهرات، يقومون يحرقون تايرات، يقومون يعتدون على العسكريين، يقومون يدخلون الى دوائر يحرقونها. احنا هنا نتظاهر وهذا المحافظه ويدرون بينا، ما فد يوم حرقنا تايرات ولا اعتدينا على دائره ولا شيء. احنا ما نقبل بهذا الخراب. اولا هذا هي اموال الشعب مو اموال الحكومه، هذا كله، هذا الشارع اليوم تبلط باكر ما يتبلط. انت لما نجيب تاير وتحرق احنا ما نقبل هذا الخراب، ما نقبله. ولكن الاحزاب لما تسوي هاي الاشياء وتدس جماعتها، وسبق وان دسوا مظاهراتهم بالخيم هنا وقضيناهم وطردناهم، عرفناهم، لان احنا على شكل نطاق واسع ومظاهراتنا معروفه، وعندنا اتصال احنا بعضنا مع بعض، وعندنا قياديين مو مظاهرات عشوائيه. يعني تصورها صح هسه طلع انتفض الشعب، مظاهرات منظمه، عرفت شلون، وناس مدنيين ويطالبون بحقوقهم سلميا، ولكن دسوا المخربين بداخل المظاهرات حتى تطيهم شرعيه بقمع المظاهرات. وبالفعل يوم الاحد قمعوا المظاهرات، وانا كنت موجود توني نازل يم الجسر براس الجسر، فضربوهم حتى بالسلاح الكيميائي اللي هي قنابل مسيلة الدموع، كلور أسيت فينون. هذه الأساليب الأولية يتبعونها، زيادة على العسكريين الدمج اللي هو ما يفتهم، هو عسكري يعني خدمة عسكرية مكلفية ما خادم، والطور تبت عقيد. يعني ايش تصور شلون هذا شلون راح، لان هذا رتبته دمج. المن موالي؟ موالي للحزب مالي. هاي وحده. 2، مظاهراتنا سلميه، كنا نطالب بالماي والكهرباء، خور عبد الله انباع، الحدود مالتنا كلها انباعت، اراضينا كلها راحت للكويت وللدول المجاوره، خلوا الشعب البصري او العراق يستورد هاي الطماطة والبصل يستوردها. الله أكبر.
وقفوا المعامل، هددوا المدراء، مدراء المعامل. عندنا البتروكيماويات، عندنا معمل حديد والصلب، عندنا معمل الاسمده، عندنا معمل ورق. هذني لو اشتغلن ونعاد العمل مالهن، هاي الشباب كلها تتعين وتشتغل. فاحنا نطالب بإعادة فتح هذه المعامل، وليس 10,000 وظيفة وهمية يصدرها العباد يقشمر بها الشباب. يعني هذا الحديد والصليب زين، هذا يشغل ايش قد عمال؟ 10,000. عندك هذا معمل الورق ايش قد يشغل؟ فهذا احنا نطالب به، وولدنا يتعينون بشركات النفط اللي هنا موجوده. ليش تجي من المحافظات تتعين وولدنا ما يتعينون؟ ليش ابننا احنا هذا الشاب بس كاظل تقاطع لو يبيع كلينس، لو ينظف جمال سيارات؟ ليش الشباب انتم هاي المخدرات تدخلتوها؟ الله اكبر، الله ينتقم من عندكم. هاي المخدرات اللي دخلتوها، هاي الفاتحين هذا كوشوب ما ادري ايش يسمونه والنارجيلات، يعني دمرتوا العالم، دمرتوا الشباب. احنا نطالب المجتمع الدولي نطالبهم بالانسانيه بان يقفون مع هذا الشعب. وعندما قطعوا الانترنت لتواصل الشعب حتى العالم يشوفه، فطلبوه حتى يقمعون المظاهرات، وعندهم بالهم هاي وسائلهم الخبيثة، ما يدرون 100,000 طريقة. ها الشعب ذكي، الشعب العراقي، ويكسر الشفرة ويتواصل بالانترنت زين. والحد الآن والحمد لله زين، ومظاهراتنا مستمرة زين. هم يملون ونحن لا نمل، هم مراحلون ونحن باقون. طبعا راح احكي على يعني اصعب او الشيء السائد بالمظاهرات واللي هي التعيينات. يعني انت ابسط مواطن من يجي من خارج البصرة، حتى الاجنبي من يمشي بالشوارع راح يشوف الفقر بعينه، اطفال بعمر الزهور يبيعون كلينس بالشوارع. ليش؟ يعني احنا مو احنا دولة غنية، احنا الثروة اللي عندنا تبني العراق وتسوي احسن من دبي. هذا الطفل المفروض بهيك عمر تعليم يتعلم، لان هذا مستقبل العراق. يبيع كلينس بالشارع والعمال الاجنبية كل واحد 50,000 دولار اقل شيء راتبه بالبصرة. والسيد العبادي حضرته يريد يغطي على الموازنة اللي انباقت بالخصخصة بالضرائب، الضرائب اللي فرضها على كاهل المواطن الفقير. ليش هيك يعني؟ يجي على الفقير حضرته وعايف الناس اللي سلبت حقوق العراق. السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء طلبة العالم سلمية، طلعت بأعلام ما طلبت بشيء. أنت العبادي تروح تدز لي قوات، بدل ما تدز قوات دز فريق مهندسين للإعمار. أنت ما شفت البصرة؟ يعني شو أقول لك؟ يعني ما تنوصف، يعني مبهذلة إلى أبعد الحدود. بلد إحنا أهل الخير، إحنا أهل الخير، والفلوس اللي عندنا تغطي عين الشمس. ليش هيك؟ شني؟ ما تقولي ما محتاجين إحنا ما محتاجين أحد، لا محتاجين دولة ولا محتاجين أي دولة بالعالم. أنت غاز عندك قد الدنيا، تروح تشتري غاز منا ومنا؟ محطات كهرباء ما تعرف تبني يم هذا الغاز السائل جاي يحترق؟ ليش تستورد؟ ليش؟ شنو السبب؟ محطة غاز أجيب لك وحطها هنا على هذا الغاز المشتعل، مو العالم قاعد يسوي على الزبالة؟ وإحنا كهرباء بلاي كهرباء؟ هاي الكويت، هاي باقي دول الخليج، مو على الماي المالح؟ احنا عندنا ماي نص، مو مالح، نص خلينا نقول. حط لك محطات تحليه، ما تخسر ابد، خير من الله. ثاني شيء، انت واحد دولار هسه من قلت 30 تريليون وديت للبصره، شو وديت؟ وديت للحراميه، نفس الشيء، وداتك نفس الشيء. هم راح يتوزع عن يعرفون الجماعه كل واحد ايش قد يطيح له. الوظائف خالتي وبن خالتي ماكو، ما لا صدق واحد من الشارع يعينونه، هم كل واحد حصته. المن موديهن؟ ما اريد حبيبي، اريد الجماعه كلهم تبدلهم، الكل حراميه. لو ما حراميه من ذاك اليوم لهاليوم احنا احسن بلد. وين هاي الفلوس الجاي تروح؟ وين تودينهم؟ ما تقولون وين تودونهن؟
شرفك قضيتوا علينا جزره وسطيه رصيف، جزره وسطيه رصيف، دبني لك بيت اليتيم، ابني لك بيت المحتاج، شنو ولكم؟ اذاعه يطلع واحد تعرفوا لك اللي زي ما احتاج اقول، كل العالم تعرفه، يشوف يتيم يبني له بيت، ودوله انتم حاط لكم علم وكود رؤساء، ما تعرفوا تبني لكم بيت لواحد يتيم وفقير؟ ايش خليتوا بينا؟ مو عيب بالفضائيات يصورونا انه هذا يتيم باني له واحد بيت، والدوله وين؟ وين نايمه الدوله؟ ثاني شيء يجي ويقول والله المظاهرين بها بحثيه، 15 سنه صار لك، وين البحثيه؟ ليش ما حاسبتهم؟ احنا نحاسبك، ليش ما حاسبت البحثيه؟ صار لك 15 سنه؟ ليش؟ مثل ما اخفقت بالكهرباء ما دبرتها، مثل ما اخفقت بالماء ما دبرتها، هم نفس الحاله بالبحثيه هم ما حاسبتهم. خوش؟ ما بيكم خير وما تقدرون طلعوا قولوا يابا ما نقدر، احنا ما دبرناها. اطلع خلي واحد غيرك يا اخي، خب مو لزقه هي. هسه من الواحد دولار انا حسبت، انا حسبت مواطن انا بالبيت قاعد حسبت من الواحد دولار اسوي بيت مال وطي اليتيم وطي الفقير، من الواحد دولار والضرائب اخلي الضرائب مال الحدود مال المدري شني اكل لك البيت المال لو 1% البيت المال انت ما ظل عندك يتيم كاظن يبيعوا لك لينس بالشارع طفل نايم على الرصيف يبيع بنزين، والله عيب عليكم والله خجلتونا. ما تقول لي ثاني شيء مجلس النواب لا هلت بركه بيه ان شاء الله انحل وخلصنا من عنده، هاي ثانيه ما ادري ثالث وحده بس مليارات تريليونات بالدوله ياخذون، وين طلعوا ياخذون واحنا ظلينا صفر. ما اريد عمي لا مجلس نواب ولا اريد مجلس الشعب، هذا مجلس شو اسمه مال محافظه. هسه مثلا البصره يصوتون مثلا الاحزاب يبقون خليهم يبقون، صوت من كل حزب واحد نفر واحد يا ياخذ اغلبيه يصير محافظ خلاص، احنا نريد واحد يخدم مو نريد منصب، ما اريد منصب اريد خدمه. ماي ماكو كهرباء ماكو بشرفك الماي الوجه ما يتغسل بيه، انا عندي 3 أطفال ما اقدر اغسلهم بماي مالح، انا اغسل بماي مالح واشطف شويه بماي حلو امر الله، بس الجاهل ما يعرف يطيح بعيونه يطيح بحلقه تلعب روحه. عيب عليكم الظهر احنا نتقلين نتقل مثل السمك من الحر، ليش هيك ليش هيك؟ ما تقولوا لي ليش هيك، شنو السبب؟ شنو مسوين احنا؟ ابتدينا يعني عشنا بالعراق مو ابتدينا؟ حراميه اللي يبوقون وكل شيء يسوون، ليش هيك؟ هذا لو ما ابوكم وحرمنتكم وما ظل الشعب هيك وما طلعنا وما طالبنا بحقوقنا، عيب كافي 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 بوك. هسه انا والله عندي يمكن 25,000 الحمد لله والشكر مقتنع بهن، اي شيء يصير ما يصير هذا وش يسوي؟ ما تقول شو يسوي؟ كافي الفلوس المن باكر عقبه ميتين وممالين انتو. تحياتي لكم. البصرة من الوضع متردد جدا، من الماء من الكهرباء من الشباب تدخل المخدرات من إيران، والشباب روح شوف السجون متروسة، يعني ليش هيك؟ انتم ما يستحون يعني هاي البصرة والعراق وبالخير، هاي حال البصرة ليش؟ يا انت من جهة العباد التقيت انا اقول مع كل الأسف الشديد على هاي الشوارب العشائر شوخ العشائر بفلوس يقشمرهم العبادي، وهاي حال البصرة. يعني انتم يا شيوخ العشائر تقبلون هاي المالح؟ تقبلون كهرباء ماكو؟ تقبلون أدوية؟ العالم قاعد تموت من وراء الأدوية. أنا كمواطن عندي قلب وسكر والله نمت، حتى البدلة مال العمليات مشتريها، الصبغة مشتريها على حسابي، فلوس ياخذون، أدخل تحليل مال دم 16,000، أنا موظف راتبي قليل. يعني انتم ما استحون من مخلين وزيرة حرامية وتبوق وتنهب حقوق المواطنين وحقوق الشعب. العراق ما عايز، عراق بي صناعات بي نفط بي الكبريت، معمل الورق واقف كان على النظام السابق، معمل الحديد والصلب ومعمل البتروكيماويات والأسمدية عايش عليها صدام حسين، ويبيع النفط بسعر التراب. الشعب البصري المفروض هنا تودر في أرض أقبال مبنى محافظة البصرة ما يتحرك، لأنهم ظلمنا والوعود كلها كاذبة، ماكو وعود صادقة. وأنا لا أرجو 15 سنة عبد الكريم قاسم في 4 سنوات سوى العراق جنة الجنات، أدخل في شارع جنادين أشتم أرياح الأرياح ماء الورود، النظافة أقعد بلا بلا، هاي مدينة الفقراء مدينة العمال، أحد دبسه وراشي والله انظف الماعون، ليش هيك؟
ليش انا لا سامع حكومه ولا هاي، وطالب باسقاط الحكومه، واذا هم شرفاء الحكومه من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهوريه الى البرلمان يذبون استقالتهم ويطلعون، لانه ناس لا يستحون ولا يخجون ولا عندهم كرامه. احنا جينا اليوم كشباب نريد حقوقنا، حقوق الطبقه الشبابيه، يعني احنا اللي بقيتنا اعمارنا، نريد مثل ماي، نريد تعيين، نريد كهرباء مستمره. صارنا 15 سنه، صارنا 15 سنه كل شيء ما اعطونا، لا ماي لا كهرباء لا تعيين لا حقوق عوائل الشهداء. خوش يعني صار يعني شنو الفائده؟ ليش احنا هسه قاعدين سوينا نصبات؟ ليش سوينا نصبات؟ وهاي احنا متظاهرين لو وحوش جاي لكم، احنا جايين نطالب بحقوقنا. صاركم يصير كل شيء ماكو، وما وهم شيء اذا العراق يريد يصير براسه خير، ما اريد تدخل خارجي، اريد سياده بس للعراقيين، اذا عراقيين بيناتنا وكظينا الحكم خوش ما حد راح يجي يتدخل، راح يصير العراق مستقل، راح يصير العراق واحد يساعد الثاني، احنا نصير نتوحد، اذا اجت الاحزاب اجت دخلت، واذا امريكا دخلت، واذا السعوديه دخلت، شنو سواد عيونكم اجوا؟ بالحسين اجونا عنهم يدمرون العراق بالقران الكريم. كل الدول المجاورة تتدخل بالعراق، روسيا، أمريكا، ما أدري منو، كلها تتدخل، بس إذا ما حد يتدخل وأحزاب ماكو والعراقيين بيناتهم ويقعدون يسولفون يتناقشون يصير براس العراق خير. بس إحنا كم دوب هيش ضالين؟ هذا إحنا نريد أن وأهم شيء أهم شيء أن الأربع شغلات، تعيين نريد للشباب، ونريد ماي حلو، ونريد كهرباء مستمرة، وعدم التدخل خارجي، ذن الأربع إذا سوينا راح يصير براسنا خير. كيفيكم العباس؟ حيدر العباد اسمع حكينا عمي. مشكورين. ما زال الفساد موجود، ما تقوم لنا رايح، بلدنا ما يتقدم، جميع وزرائنا فاسدين، جميع وزرائنا. لو رئيس الوزراء عرف، لو رئيس الوزراء المشكلة يقول أدعي إلى المحاسبة، ما أدري يدعي من، يعني أنا يدعي زين لا ويدعي إحنا نصلي، يعني أنا أدعي عن القضاء، أنا أدعي القضاء، أدعي الدعاء العام يا أخي، نقابة المحامين خد قيم دعوة على ذول الفساد، يعني صدق هاي محافظة البصرة مثل السجن المركب، مثل سجن بغريب، يعني ساجني روحهم. ليش؟ لأن الناس فساد ما عندهم يواجهونا بكلمة صحيحة. انا صراحه لا ادعم ماي ولا ادعم كهرباء، احنا متعلمين على هاي، يجوز موجود حل انبيريه الشغل، انا ادعم تغيير الوضع الموجود بالبلد، وضع مأساوي الى درجه. انا احكي خريج من 2007 اليوم، اي معامله اقدم عليها القى الحساب قدام، اي وظيفه ايست، صاحب اربع جهال ايست، صراحه ايست، عندي تاكسي جاي يشتغل بيه مشتريه بالاقساط ومعيش روح الحمد لله وشكرا. بس انا اشوف غيري، اشوف الناس، اشوف الشباب، شباب هاي طالع لا بيها شيخ عشيرة ولا بيها معمد ولا بيها، لأن كلهم مستفادين من الدولة صراحة. شيخ العشيرة يطلع الدولة سكتة كذا تعيد، شوف الشباب الطالعة، شباب كلها مواليدها هاي الطاقة الموجودة بالبلد، والله لو بغير بلد هاي تستثمرها. يعني أنا جاي أشوف البصرة، العراق بصورة عامة والبصرة رجعت زين، احنا نحكي على إيران وإيران وإيران، إيران صحيح تدخل عندنا، بس أتمنى نروح لإيران ونشوف إيران شنو من الدولة متقدمة. صدقني ايران دولة اسلامية بس بالاسم، شوف شعبها شلون ماخذ حرية، احنا طلعنا مظاهرات ثلاث ايام قاطعين علينا الانترنت. اي الديمقراطي يحكون عليه، اي دستور، اي. وانا اشكركم واتمنى بمطالبنا تتحقق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم خرجنا مظاهرات سلمية لا بها أي نزاعات ولا بها أي ضرر، طلبنا بحقنا الشرعي اللي هو طلبنا بحقنا الشرعي اللي هو الماء الصالح، فرص عمل للشباب اللي قاعدة اللي متخرجين من 2010 لا زالت الهسة ماكو كل وظيفة. خرجنا ذاك اليوم أمس أو أول تمس، خرجنا بفايلاتنا بالمعقل يم الساعة
ويقولون اليوم ذابين هنا الفايلات بشط العرب. مع الأسف أنا عندي نقطة، مع الأسف إنه الجيش العراقي اللي إحنا حميناه بحشدنا بناسنا، هاي الفقرة يجون يوم الأحد يضربون رصاص حي على هاي الشباب، هاي الشباب الأبطال، وهناك بالموصل شردوا تركوا معداتهم وأسلحتهم وانتقوا بهاي الزلمة، وهسه جاي يرمي بأسلحته علينا إحنا. مع كل أسف إحنا نستقوى على بعض، خصوصا إحنا الشيعة واحد على واحد نستقوي، ما عندنا هيك قوة، نستقوى على بعض، بس ما عندنا كلمة واحدة، وما عندنا زلم توقف. هذا الجندي من يضرب على مواطن بسيط ليش؟ يقتل إنسان بسيط ليش؟ طالبنا بحقنا البسيط هو شنو؟ توفير فرص عمل للشباب. الشاب ملينة بنغلاديش، صينيين، أمريكيين، إيرانيين، من الله يلعن إيران وأبو إيران، والله يلعن كل حزب من تم الإيران. مع كل أسف الأحزاب مو زلم يسكون بالوادي بسكته، يكون هم زلم يطلعون هسه، بس هم يسكون بالوادي بسكته. إيران دمرتنا، إيران لعبت فينا لعب، هاي المواد الغذائية كلها أمراض بسبب إيران، يجيبوهن أكسباير بسبب إيران. إيران دولة فاسقة والله العظيم، أمريكا أحسن من أمريكا إيران. طبعا رسالتي ورسالة كل مواطن شريف عراقي، رسالة للولايات المتحدة. الولايات المتحدة لما شالت صدام، من شالته سوت فضل على الشعب العراقي؟ أريد أفهم هذا الشيء، سوت فضل؟ لا بالعكس، شباب راحت بالجملة ماتت، قتل وسلب وتنهيب وكل شيء جاء على الشعب العراقي مو بصالحه. هسه ما يخالف صدام ظالم الشال، نعم الله عليكم، زين تعالوا شيلونا هالسرطان الطقاع السوداء اللي ما يتعالج، يعني لا حزب ونقدر نطلع عليه ونشيله، لا واحد لا اثنين لا عشرة، وكل حزب مساندته دولة، طبعا مو مساندة شعب، لو شعب لا يسكت وغصبا عليه، بس اللي مساندته دولة إيران، الأحزاب أحزاب إيران معروفة شيء أكيد بالعراق. زين هسه الحوثيين منين جاي يتمولون؟ منين؟ مو من إيران؟ إيران منين لها فلوس؟ قل لي منين لها فلوس؟ حصار عليها، طقعت السودة عليها، بس هي الفلوس منين تجي لها؟ من هذا الشعب الفقير الضال جوعان، ياخذون نفط البصر ويطوها لإيران، إيران تمول الحوثيين واحنا طايحين بيها. زين هسه عمي تعالوا طقعت السودة، تعالوا انتوا ادري مصالحكم بالعراق يا امريكا، خلوكم دولة نزيهة تنطي الشعب واخذوا، خلي الدولة نزيهة تنطي الشعب واخذوا شيء قليل. هذول طبعا خذوا الدنيا كلها، خذوا النفط كله، يعني ما جاي يطون حتى 5%، خاف اقول لك ما يطون للشعب، والله متنا ملينا، يعني الشباب عاطل عن العمل، الماي تعال شوفها تغسل بيه وجهك تحترق والله من الالم مبلوحه، يعني ملينا. اشتر عمالي كاسب، يعني البصة كلها احزاب، لو كان ابوي لو كان اخوي يسب حزب كان ما اشتغلت عمالي. قال ابوياك التعيينات ودنا فايلات لشققوهن، قالوا ذاك السبع مضارة سنية رافعين العلم العراقي، والله العظيم ابوار لحقوني الشغب، العباد دخل القوة ورمي علينا والاحتقالات لحد الان بالسجون، شباب لحد الان بالسجون. عندي ولد سجاد صديقي سجاد مواليد 2001 طقته بصفحتي طرقه، والله العظيم بعد بيته بالحواسب، علاج ما عنده سيعالج روحه، علاج هاي الاخطيه ما يقدر يعالج روحه. وكم ليش والله العظيم مليانه، قالوا التعيينات على عينه وعلى سطون عود، ودينا فايلاتنا يجي ويشققهن، يعني كل الحرقوهن، يعني شريد يسوون المواطن يقولوا له روح بوق روح سلب، هي هاي يعني احنا ولا طوجونه ولا الشاب
اخي ذبنا تعيينات جيش على ما ادري كرسي يفتر عمي خليه يكبر كرسي وطولنا التركي عمي رد لنا اي وظيفه تحصيل البصل بنجلاديش ياباني صيني هاي المحلات لو كمل هذا جاي من الدول يطلع خمس نفرات هم الشباب تتفرق على ابو محلي وعشتر المواطن انا وعشتر يعني وين نروح حتى الطماطه ضر بنجلاديش يبيع حتى للمصدر ظلوا يطلعون مين مهمين ليش يا شي اسفر هذول حتى يصير فرصه عمل ما نحتاج جوز الحكومه اروح اشتغل بالمحل انا جاي دولي على عمل رحت اشتغل ويا بالمحل يا بريد اشتغل على باب الله قال لي والله عندي بنقال خمسه بعد يعني انا وين اطلب شي وفوقها تضربون بينا بالبواري هناك لعكتوني والله العظيم لو كان واحد بينا بالحزب من اهلي كان ما هذا الشيء نجار اريد كهرباء اريد ماي 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 على الماي والله العظيم الحيوان ما يخسر وجهي بالقران الحيوان ما يخسر وجهه على الماي المالح بعد الماي سوى امراض وريد خلي يسوون لنا اي تعيينات خلي يفتحون لنا عم راضين عم راضين وين ما كان نشتغل بلديه اشتغلنا لحد ارتب البلديه على مار شهرين الله يخليك رواتب ماكو شركه ليش الدول احسن مني ليش هاجرت الوادي بشباب كل شاب يسوى روسكم وركم على الكاسي واحنا قاتل الدواعش والله الناس الفقره والله بالعماله راحوا والقاتل داعش والقران هو الفقير راح قاتل داعش مو هذول الكراسي بعد منظمه كلمه اخيره اطلاق سراح بعد اطلاق سراح المحتقرين فورا بالقران اللي قلنا يا عبد الله بن علي بالقران يعني شو اقول لك ضليت اصيح علي قلت له ما اعرف اقول استاذ سيدي اقول دخيل عد علي قال لي يا علي هذه اقول دخيل عد ضباط مال البصره والشرطه قالوا يا ولد رجعوا والله ما يرحمون بيكم وهم قالوا عبالهم احنا ويا المضاري يا ولد رجعوا يا بني ايمن نرجع علام عراقيه رافعين بس مطالبنا شيء بسيط احنا ليش الدول احسن مننا احنا ابسط دوله احسن مننا بعد في داعي بيهم ماكو بعد بس احنا بس انا نحتب عليمن بس انا احتب عليمن احتب على الشيوخ العشاير النايمه وايكم عمي وايكم ليش نايمين عمي ما تطلعون بس بيناتكم تتعاركون عمي ما تطلعون لا ها بجيب يا عمي تطلعوا شوفوا باعوا ولدكم شوفوها محتقلين وكتلونا وضربونا ليش ما تطلعون يا شيوخ العشاير البصره شوفوها بابك واحد معقل كلها شباب المعممين ليش ساكتي؟ ليش عمي؟ بس الله أكبر وبس؟ أنا أصلي صلاة الجمعة ما أصليها بالساعة بس والله العظيم ما يستحون. بسم الله الرحمن الرحيم أنا مواطن بصري اليوم إحنا وصلنا تقريبا أكثر من أسبوعين خرجنا للتظاهرات من خرجنا تظاهرات كشباب عفوية بدون قائد بدون أي شيء ما عندنا لا واحد ما لا مسيس المظاهرات ولا بيها مدسين اليوم تفاجأنا إحنا برد القوات الأمنية كقمع متظاهرين قمعتهم يوم تشوف خيمة منصوبة شالوها وشمروها بالنهار دراجات وقفات شمروهم بالنهار ناس تصوبت ناس انقتلت شنو السبب إحنا سوينا اليوم طلعنا مطالب عدنا تنفذونا ياها ما عندنا شيء اليوم الحكومة الحالية انتهت شرعيتها المن ظل المن باقية انتهت شرعيتها واحد تخلص هاي 15 سنة واليوم صارت انتخابات والانتخابات اللي صارت قلة من الشعب العراقي اللي شارك بيها ومع ثبوت تزويرها انتخابات قليلة وثبوت تزويرها المن ظل احنا اليوم نطالب حكومة انقاذ وطني حكومة انقاذ وطني المفروض يقودها واحد من الشعب العراقي او القيادات الموجودة بالشعب العراقي مثلا شخص لديه مقبولية بالشارع العراقي المواطن البصري المتظاهر وهنا ان شاء الله انا احضر لعبادي اقول له هاي اصلاحاتك كلها وهميه وفاشله وهاي التعيينات هاي 3000 وظيفه مشلون 10000 عفوا هاي غضب الشعب بس هاي كلها فاشله وهميه انا اشهد الامم المتحده حقوق الإنسان المنظمات الدولية الوضع ساخن في العراق الوضع ساخن في العراق في البصرة خاصة أن يتدخلون
والشعب العراقي كله راح يثور. وهالمرة ماكو تسامح، والله ماكو تسامح، والعواقب كلش وخيمة، العواقب كلش وخيمة. وإن شاء الله بعد الأجيال هم إن شاء الله ورانا تستمر. والانتخابات هم فاشلة، الانتخابات هم فاشلة والله زين. أي ونريد إحنا نغير الدستور، وهاي الحكومة إحنا ما ريتها إطلاقا، ما ريتها. ما سامع هاي الحكومة، ما سامع، ما سامع هاي الحكومة عمي، ما سامع. هذا شنو ذنبه؟ هذا شنو ذنبه؟ يطلع يدافع عن الوطن، شنو ذنبه؟ شنو ذنبه؟ الماي مالح، الما ادري شنو مالح، ما يصير بالعباس. هذا شنو ذنبه؟ هذا شنو ذنبه الزلمة؟ شنو ذنبه بالعباس ما صار؟ انا ابوي معوق وما يشوف ورجله، وعند اخوي قاعد وانا قاعد من الشغل، ما يصير بالعباس. نريد حقوقنا يا عالم، طلنا حقوقنا. لو بس الحرامية هاي تجي هنا تبقبينا وتروح، تروح الغير بلد، تروح تسافر، ما ادري شنو، ما يصير. رد حقوقنا من ماي مالح، والله عيوننا بالعباس من نغسلها. واحد يريد يموت بالعباس، بالعباس واحد يموت، كهرباء يقطعونها علينا، ما يصير بالعباس. رد حقوقنا. وهذا شنو ذنبه هذا؟ هذا شنو ذنبه هذا؟ هذا شنو ذنبه الرجال؟ شنو ذنبه هذا؟ شنو ذنبه؟ بس قولوا لي، هذا دافع عن بلد يقتلوني؟ شنو ذنبه؟ الظاهر هذا، الظاهر، الظاهر سلمية، هذا سلمية هذا.